بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الاشباك. في البدايه بنبارك لمصر والمصريين كلهم فوز مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه 2019 على الاراضي المصريه. ان شاء الله مصر قادره انها تنظم البطوله زي 2006، والبطوله دي ان شاء الله تكون رساله للعالم كله ان مصر امنه ومستقره. ومن هنا دور الاتحاد المصري لكره القدم ان يبقى فيه بروفه قويه ان شاء الله لمباراه الدوري اللي جايه وبطولات الافريقيه للانديه المشاركه في بطوله افريقيا انها تكون بجماهير، وان شاء الله مصر عندها القدره انها نعمل بطوله ناجحه نبهر بها الدول الافريقيه، وعندنا ملاعب وعندنا جماهير وعندنا بنيه تحتيه ان شاء الله تخرج البطوله بشكل يعني يبهر العالم كله. وفي نفس اليوم اللي فازت فيه مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه برضو عندنا حدث مهم جدا، هو نجمنا العالمي ابن مصر محمد صلاح وفوز افضل او فوزه بافضل لاعب افريقي في قاره افريقيا للمره الثانيه على التوالي. ورسالتي هنا من برامج الاشبال لكل شبل وكل ناشئ في مصر، كل شبل داخل قطاعات الناشئين في مصر، في يوم من الايام محمد صلاح كان زيكم داخل قطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب، ما شاء الله كان عنده اصرار وعنده تحدي وعنده عزيمه انه يكون موجود وسط النجوم الكبار وفي اقوى دوريات العالم. فدي لازم كل لعيب لازم يشتغل من دلوقتي، كل لعيب يرسم نفسه دايما هدف يحطه قدامه انه يكون في يوم من الايام زي نجمنا محمد صلاح.